حكة في فروة الرأس تبعثر لرقائق القشرة البيضاء كالثلج المتساقط أحراج إشمئزاز تفسد قشرة الرأس الأطلالة في الوقت الذي شاع الاعتقاد عن خطأ أن القشرة سببها سوء النظافة الشخصية لكن القشرة ليست مسألة مرتبطة بالنظافة فلا تظهر القشرة نتيجة قلة النظافة إنما تبدو أقل وضوحا بعد غسيل الشعر الذي ينبغي أن يتم كل يومين في وضع الناس الحاملين للقشرة تحصل القشرة عموما بسبب الإصابة بمرض من الأمراض الجلدية تفندها لنا الدكتورة الأختصاصية في طب الجلد رشا الفخراني في أسباب مرضية لوجود قشرة في فروة الرأس من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى ظهور قشرة مرضية في فروة الرأس وجود إكزيما دهنية بفروة الرأس أو وجود صدفية أو وجود فطريات المفروض أن المريض يتوجه لأخصائي الأمراض الجلدية ليتم الفحص لأن من الحالة الإكلينيكية بيتم التفرقة ما بين الثلاثة وإذا كانت في طبقة من القشور بيقوم الطبيب بأخذ مسحة منها وبنبعتها للمعمل علشان نشوف إذا كان فيها فطريات أو لا طريقة علاج كل واحدة ليست فقط الشامبوهات ضد القشرة لا طريقة علاج الإكزيما الدهنية غير الصدفية غير الفطريات معالجة قشرة الشعر في وقت قياسي قصير ومن دون عناء لا تكون من نصيب الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما الدهنية ومن صدافية فروة الرأس بل تكون المعالجة قاضية بسرعة على القشرة حينما يكون سبب القشرة الفطريات الدكتورة رشا الفخراني إذا كانت في أمراض مزمنة زي الصدفية أو الإكزيما الدهنية مش هيستخدم العلاج لفترة مؤقتة وهتختفي مدى الحياة ولكن الهدف من العلاج هو تقليل الأعراض اللي فيها الالتهاب وتقليل حدة المرض وبالتالي هنقلل تكرار حدوثها والعلاجات هنا هتبقى عبارة عن بعض المستحضرات اللي فيها كورتيكوستيرويد أو كالسيبوتريول وممكن يكون معاها بعض أحيانا مضادات الحساسية في حين إذا كانت فطريات لازم نستخدم مضادات الفطريات على هيئة كريم وأحيانا بتكون سبراي عندنا كيتوكونازول مايكونازول العديد من المشتقات ولازم كمان من أهم الأسباب بتاعة فشل العلاج عند بعض المرضى إن هو بيبدأ يستخدم العلاج لمدة أسبوع أو 10 أيام وبيجد إن في تحسن فبيتوقف على العلاج الفطريات مثلا علاجها بياخد على الأقل من 3 لـ4 أسابيع استعجال المريض في إنهاء العلاج بمجرد بداية تحسن يؤدي إلى تكرار المشكلة مرة تانية بسرعة ختاماً تجدر الإشارة إلى أن العلاج البيولوجي يساعد على اختفاء مشكلة القشرة لدى المرضى المصابين بصدفية فروة الرأس